نبدأها من غزة التي أنهت 200 يوم من الحرب دون أي مؤشرات على وقف قريب للأعمال القتالية، حيث استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي مدينة دير البلح وبلدة الزويدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف متواصل على مناطق شرق خان يونس. كما وصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق وسط وجنوب القطاع، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط عدد من الضحايا والجرحى جراء قصف منزل في منطقة البركة بدير البلح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل جندي مقاتل من عناصر كتيبة الهندسة خلال المعارك في غزة يوم أمس السبت. وفي إشارة على مواصلة القتال، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب في غزة حتى القضاء على حماس وإعادة المختطفين، وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن يوقفها أحد عن ذلك حتى المحكمة الدولية بحسب قوله. مرت 100 يوم على الحرب في غزة وعلى قتل واختطاف مواطنين. سنواصل الحرب حتى النهاية وتحقيق كل الأهداف والقضاء على حماس وإعادة المختطفين وضمان ألا يعود قطاع غزة لتهديد إسرائيل. سنعيد الأمن لشمال غزة وجنوبه أيضا. لا يوقفنا أحد، لا محور الشر ولا المحكمة الدولية. التأكيد الإسرائيلي على مواصلة الحرب خرج أيضا عن رئيس الأركان هيرسي هيلفي، الذي اعتبر أن قيادة حماس مقتنعة بأن هناك وقفا قريبا للقتال، إلا الجيش الإسرائيلي لن يسمح بما وصفه بعمليات ابتزاز تستهدف وقف إطلاق النار في غزة. كما أكد هيلفي أن الجيش الإسرائيلي مصمم على الاستمرار حتى تحقيق أهداف عملياته العسكرية، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب مواصلة العمل في غزة لوقت طويل. وإنسانيا، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من مجاعة تلوح في الأفق بعد مرور 100 يوم على حرب غزة، وأن المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لوقفها. وفيما قاربت أعداد القتلى في غزة من 24,000، أفادت أرقام صادرة عن الأمم المتحدة بنزوح نحو 85% من سكان القطاع من منازلهم. ووصف مارتن غريفث المنسق الأممي للشؤون الإنسانية وصف القطاع بمكان الموت واليأس، موضحا أنه بات غير صالح للسكن. ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة أمريكية استندت إلى صور الأقمار الصناعية أن نصف مباني القطاع باتت مدمرة بالكامل خلال 100 يوم.
physical and mental, is undeniable. For the integrity of the atrocities will continue. Every day, there is mounting irreparable loss of life, property, dignity, and humanity for the Palestinian people.